السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الجزء رقم 3 من تعليم رسم منظر طبيعي لعربية قديمة. كنا بنلون في الظل اللي موجود تحت العربية في الجزء رقم 2، هنستكمله النهاردة إن شاء الله وهنكمل تلوين باقي اللوحة بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين بنلون الأول الخلفية والأرضية، وبعد كده بنشتغل في تلوين العربية. يعني تلوين العربية بيكون آخر حاجة خالص. طبعا في حاجة هنا احنا كنا ناسيينها لحد دلوقتي، احنا نسيناها خالص، اللي هو العربية من ورا الخلفية بتاعتها بتاعت الازاز. المفروض نجيب الخلفية بتاعت الحيطة اللي ورا، ولكن مش مشكلة، هنعملها برضو ان شاء الله. دلوقتي احنا بنحاول نجيب تأثير الدخان تحت العربية باللون الرصاصي الخفيف، يعني تحاول تخلي الفرشة مفيهاش لون كتير، تكون فاضية وبشكل دائري، وبتحاول تعمل دخان تحت العربية. ده من تأثير الأرضية بتاعت اللوحة اللي احنا بنرسمها، في دخان في الأرضية طالع من تحت على العربية. طبعا ده مش عشان العربية شايطة ولا حاجة، لا، هو التأثير اللوحة كده، هي الديزاين بتاعت اللوحة كده، يكون في دخان كده، لأن الدخان بيعمل شكل وتأثير حلو. فبنبتدي نزود الفاتح سنة بسنة، متزودش الفاتح على طول، بتحط الاول رصاصي غامق، تفتح الرصاص شويه وتفتحه اكتر. المهم ان انت الفرشه تكون فاضيه، ما تكونش مليانه، يعني يكون فيها حاجه بسيطه خالص. طيب بنجيب بقى ايه الشباك الكبير ده، بنلونه برضو بالبرتقاني الغامق والبني، او تقدر تقول بني على طول لان البرتقاني هنا مش واضح قوي. الشباك الصغير اللي هناك ده بيكون لونه اغمق، ممكن تعمله بالاسود كمان، وانا عملته بالبني الغامق، ولكن ممكن تعمله بالاسود، هو في التصوير معانا هيبان باللون الاسود. نجيب الجزء التاني من الشباك باللون الفاتح بالطريقة دي، نجيب الجزء اللي فوق ده برضو باللون الاسود، المهم ان الشباك انت ايه، تخيل الشباك قدامك انه شباك حقيقي وارسمه، ممكن تعمل فيه تفاصيل اكتر من دي، ولكن العنصر الاساسي عندي هنا في اللوحة هو العربية، فانا ههتم بالعربية اكتر من اي حاجة تانية. هنا بنعمل اسود او غامق في الحيط من هنا، كأنها مثلا فيها كسر او حاجة، بنفتح بعض الاماكن في الخلفية جنب اللي ورا ده، ولسه لحد دلوقتي ما عملناش الخلفية اللي موجودة في شباك العربية اللي ورا، ولكن هنعملها ان شاء الله في الخطوات اللي جاية. اهو نعملها دلوقتي، اهو نجيب البيج، بنحاول نجيب نفس الالوان اللي ورا اللي موجودة على الجنب، وبنشتغل في الشبابيك، لان الشبابيك ازاز، فالازاز طبيعي مبين اللي ورا، الا لو ازاز مفيم بقى، بس طبعا دي عربية قديمة ما فيهاش تفيم. حاول تجيب نفس الالوان بالظبط وتضيفها كأن الحيطة واحدة، وكأننا عملناها على مرة واحدة مش مرتين. والصح طبعا انت كنت تجيبها وانت شغال في البداية، ولكن مش مشكلة، ده الجزء رقم 3. الجزء رقم 1 والجزء رقم 2 اللينكات بتاعتهم موجودة في صندوق الوصف تحت الفيديو ده، وباقي الاجزاء لان لسه في اجزاء تانية، اول ما هتكون متاحة على اليوتيوب اللينكات بتاعتها هتكون موجودة في صندوق الوصف تحت الفيديو. نعمل الألواح الخشبية اللي فوق دي بالظل والنور، ومن تحت بتكون غامقة، ومن الجانب الشمال بتكون فاتحة.
اهم حاجة بتمنى اشوف اراء الناس في التعليقات ورأيهم في الرسمة وفي طريقة العمل وفي في كل حاجة. لو حد عنده اي ملحوظة يكتبها لنا في التعليقات، واهم حاجة محدش ينسى يدعمنا بلايك وشير واشتراك في القناة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الجزء رقم 3. أشوفكم الجزء رقم 4 إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.